طيب بسم الله. موضوعنا أول موضوع اليوم إن شاء الله هيكون أو أول موضوع المجتمع هيكون عن بلود هاوند طريق إلى دومين أدمن. في أحد هنا خلينا نبدأ من تحت. في أحد هنا ما يعرف أكتيف دايركتوري؟ عادي اللي يرفع يده صراحة ما بيحتاج جواب. جميل جدا. ما تعاملت معاه ما تعرف شو هذا أكتيف دايركتوري أصلا؟ طيب اي فكر حتكلم فكره بسيطه جدا. ايوه سلام. اكتب دايركتري من اللي ما يعرفه الوحيد اللي ما يعرفه عادي اي مو شيء عادي ابدا بالعكس كلها عندنا اثنين كانوا. اكتب دايركتري عباره عن قاعده بيانات ممكن نسميها قاعده بيانات موجوده في سيرفر طبعا من نزلوا عندنا سيرفرات مهمتها تخزين مستخدمي الشبكة مجموعاتهم والصلاحيات اللي بينهم صلاحيات الأجهزة مين يقدر يسجل دخول على جهاز مين في الغالب يعني أبسط ترتيب من الأكتيف دايركتوري يكون دومين كنترولر على ويندوز سيرفر يكون مركب على الأكتيف دايركتوري فيتشرز منها خلاص تدخل تضيف اليوزرات تقول هذا اليوزر يقدر يسجل دخول في هذا المكان إعادة ريست الباسورد. الفكرة انه ما تكون اليوزرات او الباسوردات موجودة على اجهزة الناس، يعني في الوضع العادي جهازي في له قاعدة بيانات المستخدمين حق جهازي بس في شبكة في شركة تحتاج قاعدة بيانات مركزية، هذا يكتب دايركتوري ببساطة. طيب احد ما يعرف علمنا احد ما يعرف بلود هام؟ بالعكس أحد يعرفها بس ما اشتغل عليها؟ أوكي، اشتغل عنها. بس ليس أعرف إيش بالضبط. أوكي، فين سمعت عنها؟ كنت أبحث شيء طول للأكتيف دايركتوري أستفيد منها إذا قدام الجهاز في أكتيف دايركتوري بس ما أعرف بس ما أعرف إيش ممكن طيب جميل. اليوم ان شاء الله اني نطلع اقل شيء عندنا فكره عن بلود هاوند. في احد ثاني يعرفها بس ما استخدمها بس ايش هي؟ طيب بسم الله. يس اكتب دايركتوري زي ما قلنا داتا بيس تخزن فيها اليوزرات الجروبس تبعهم الكمبيوترز الدومينز اللي كل اليوزرات الجروبس تبعها والفورست اللي عباره عن مجموعه دومينز فمجموعه دومينز حيشكل الفورست مجموعه الفورست حيشكل الاكتف دايركتري بشكل كامل. خلينا نسوي مثال ونرجع نطبق عليه يعني بشكل بسيط. هذا الدومين عندنا مثلا ام اتش وزاره الحج وزاره اسكان اي حاجه حتكون عباره عن مجموعه او يوز او يعني خلينا نقول وحدات تنظيميه مثلا هذه الاي تي بنلقى في داخلها الموظفين هذول يوزرز كل واحد من هذول يوزرز مثلا عادل طارق طارق ادمن بعدين ام عمر ام احمد ام علي هذه مثل هذه الجايه ابو صالح ابو راشد وابو مقصود ابو عزيز هذول المستخدمين كيوزرات دومين كنترولرز اللي قلنا نحتاج واحد منه او اكثر هذا اللي حيكون فيه له الداتا بيس اليوزرات وفي النهايه الاجهزه اللي موجوده في السيرفر هذه الاجهزه المستخدمين في غيرها ممكن تكون سيرفرات ممكن تكون وات ايفر بس بشكل عام هذا الدومين بسيط جدا و يعني ابسط دومين ممكن يكون يعني في اي منظمه. احد ممكن يقول لي ايش اهم اليوزر هنا موجود؟ طارق جميل جدا. فأنا كتاكر مثلا كمخترق إذا أبغى إذا أحد عنده فرق شيء أقول يرفع صوته بس إذا أنا بهاجم هذه الشبكة وهذا الدومين بستهدف الغالب طارق أدمن لأنه طارق أدمن من اسمه مثلا نقدر نقول إنه مستخدم يعني بصلاحية عالية بس مو بالضروره مو بالضروره الاسم هو اللي يحدد ممكن عادل مثلا او طارق بحكم انه من الاي تي ممكن اي شخص ثاني يكون عنده صلاحيات على هذا الدومين
بس ممكن نضع عمل نقول طارق أجمل ممكن نستخدم مكعبات. طيب هل شفنا القائمة الاصطناعية شوي؟ في جون لامبرت هذا سلام في مايكروسوفت تريد انتليجنس سنتر يقول ديفندرز ثينكين ليست اتاكرز ثينكين جرافس as long as this is true attackers win. بما معناه انه المدافعين لما يدافعوا عن الشبكه او السيستم ادمنستريتور بيشوف الشبكه بهذا الشكل. انا عندي قائمه السيرفرات فبحمي السيرفرات مثلا كل سيرفر محدود الصلاحيه حقته الى اخره. انا عندي مجموعه من اليوزرات هذا اليوزر معنا صلاحيه هذا اليوزر عنده صلاحيه فقائمه من اليوزرات والصلاحيات اللي عندهم ولا لا قائمه من السيرفرات من المسموح للتصل فيها او لا. اللي يصير عند الاتاكرز انه يعني زي ما قال جون عنده مقاله رهيبه ممكن اشاركها على تويتر من 2015 تقريبا هذا تقريبا عنوان المقاله اصلا. الفكره اللي يقولها اللي يحاول يوصلها هنا انه المدافعين عن الشبكه الادمنستريتورز يتعاملوا مع الريسورسز تبع الاكتف دايركتري كقوائم بينما الاتاكرز يفكروا فيها كجرافس. هل ممكن يقول لنا هل يعرف شيء عن جراف داتا بيسز؟ جراف ثيوري ايش هذه كلها؟ وش تعمل القيم؟ طيب فالاتاكرز يفكروا في الجرافس هذه غير الليست، الليست اشياء يعني متصله مع بعض الجرافس نشوف الان ايش هي الجرافس. طيب ثينكينج اوف جرافس اللي يصير يعني عكس احنا كنا نشوف قائمه يوزرات قائمه سيرفرات قائمه وات ايفر المفكر في الامور كجرافس بيكون منظور مختلف شوي. لما تكون عندي قائمه من الاشياء تكون عندي نقاط سميها نود سميها فيرتكس سميها وات ايفر مربوطه بنقاط ثانيه وفي علاقه بينها. يعني انا لما اتعامل مع اي شيء داخل تعتقد لما اتعامل مع اي شيء داخل الدومين هذا اكون بدل ما هي هذه القائمه حتكون عندي عادل مثلا عنده صلاحيه الى الاكتف دايركتوري الى الدومين كنترولر ومعمر مثلا عنده صلاحيه اكسس على اي سي 1 وهكذا. فندرس العلاقات بين الاشياء هذه احسن مما احنا نتعامل معها في قائمه ثانيه. فنشوف احنا في لو نتعامل مع لفت الدايركتري ايتمز والاوبجكتس كعلاقات نقول مثلا يوزرز وات ايفر يوزرز جبناهم او جروبس هم اعضاء من جروبس ثانيه. فاعضاء مثلا الاي تي هم مثلا مثلا عندي خلينا نقول احمد عضو في ممبر اوف جروب الاي تي جروب الاي تي عضو من جروب الهيد كوارتر مثلا. فهذه مثلا علاقه ممبر اوف الشخص اللي هنا عضو في الشخص اللي هنا او المجموعه اللي هنا. نفس الشيء ممكن نقول احمد ادمن على الهوست الفلاني. الشخص مثلا احمد طارق ادمن الشناون ممكن نرسم جراف من هذا الشخص بحيث انه كل طرف يمثل طارق الجهه الثانيه حتمثل سيرفر هو عنده صلاحيات عليه. بعدين ممكن نقول الهوست هذا السيرفر هذا وتبقى الشخص هنا مثل احمد عنده سيشن عليها سجل دخول على هذا السيرفر هذه علاقه مثلا وهكذا نرسم الاكتف دايركتري هذا دومين كامل مثلا فدومين يعني نثق دومين اخر. فبكذا اذا رسمنا الاكتف دايركتري بهذا الشكل نقدر نوصل النقاط عشان نلاقي اقصر طريق مثلا الى حساب مهم ولا الى شيء مهم. في شيء بس نحتاج ناخذ عنه فكره اللي هو نيو 4G. نيو 4G كرافت داتا بيس الفرق قلنا بين العلاقات العاديه مثلا داتا بيس اس كيو ال ماي اس كيو ال وغيرها العلاقات تكون ريليشن يعني لازم احط اي دي حق مثلا لكل طالب اي دي حق المدرس مثلا او الاي دي تبع الفصل. هذه علاقات يعني ريليشن داتا بيس. نيو 4G لا نيو 4G كرافت داتا بيس فكل ايتم من هنا يعتبر يعني نوت يكون مرتبط عنده ارتباط صحيح. الداتا بيسز اللي هي جراف داتا بيسز الغالب تستخدم تقول الموضوع العلاقات. فاذا انا ابغى اسوي مثلا خلينا نقول شجره عائله اذا سويت الجدول العادي وبحتاج اعرف عيال عم شخص اضطر اني ارجع لابوه
مضطر اني ارجع لجده، اجيب ابناء الجد اللي هم الاعمام، اجيب ابناء الاعمام، بعدين اقدر اقول هذول ترى عيال عم فلاني. لكن اذا لم نسويها بجراف داتا بيس، لكل شخص اقول اعطني اي شخص عنده علاقه ولد عم، فبالتالي بيصير عندي فلان وعيال عمومه كاملين مرتبطين بالاشياء هذه. هذه فائده الجراف داتا بيس، وهذا تعامله مختلف عن الريليشنال داتا بيس. طيب بلود هانت فكرته بشكل عام ابلكيشن يجمع معلومات الدايركتري كامله ويربط كل مثلا يوزر مجموعه الى اخره ببعضهم حسب العلاقات اللي بينهم يحطهم الشاب هاند اللي هو الجستر تبعه او الابلكيشن او السكريبت اللي يسوي البحث، فهذا يديبلوي مثلا على جهاز اكتف دايركتري، يتصل بالدومين كنترولر، يجيب لسة اليوزرات، لسة الجروبس، الأشياء هذه تنحط بعدين في نيو فورجن اللي هي داتا بيس على جراف زي اللي شفناها، وبعدين نستخدم بلود هاوند عشان نعرض هذا الداتا بيس. طيب بنحاول نطبق عليها على السريع. ها؟ كيف؟ بشوف انا بس عشان الصوت بس يوصل. بسم الله. السلام عليكم. طيب لا بحتاج معك. طيب اللي انا سويته سويت سيرفر دومين كنترولر، هذا سيرفر والباقي اجهزه عاديه. دومين كنترولر ركبت عليه الاكتف دايركتري صار عليه دومين دوت كوم، فهذا هو دومين دوت كوم، هذا هو اللي فيه اليوزرات تبع دومين دوت كوم. لو بنجي نشوف هنا هذه الاكتف دايركتري يوزرز اند كمبيوترز، بنلاحظ في الهيد اوفيس في مثلا عندي جروب اسمه باك اب، عندي مثلا يونت اسمها باك اب، يونت اسمها مثلا فاينانس ديبارتمنت فيها الامهات يعني. عندي الاتش ار في له الاباء يعني، وعندي برضه في النهايه عندي اللي هو عادل وطارق وادمن. احنا شايفين اللي قلنا طارق ادمن هذا اللي عنده صلاحيه عاليه. نشوف نمبر اوف يس، بنلاحظ انه طارق ادمن عنده ادمنستريتور دومين ادمن، الباقيين في الغالب لا، الباقيين عندهم صلاحيات اخف يعني، حتى الاي تي حتى ما ادمنس يوزر طارق العادي مجرد يوزر دومين ممبر عادي يعني. طيب اللي بنسويه هنا احنا قلنا اهم شيء عندنا لو انا بستخدم طارق ادمن، بس او اشوف انا لو فرضا حصل يعني انه انا استهدفت او صار عندي اكسس، او انه يوزر من واحد من اليوزرات هذه يحاول انه اكسس على الصلاحيه فعلا عنده. انا بشوف عندي بلاحظ انه مثلا طارق مسجل دخول على جهازين، لو بشوف عندي مثلا ام علي هذا الديسكتوب تبع معالي، سواء هذا اتاكر يعني او نفسه او معالي، ف النهايه الكونتكست تبع اليوزر نفسه اللي بستخدمه. انه لو بجرب التولز شارب هاوند، هذا نفس الانجستر اللي تكلمنا عنه اول، هذا هو الابلكيشن اللي يجمع لي المعلومات حق الدومين. طبعا ما يحتاج صلاحيات عاليه، ما يحتاج شيء، الاكتف دايركتري في الغالب اي يوزر يعني انا معي يوزر في الدومين، فبالتالي عنده صلاحيه انه تقدر تكتب دايركتري، تقدر تجيب لسته اليوزرات، تقدر انت لما تكتب في الاوتلوك مثلا تكتب اسم اليوزر بيطلع لك ايميله، هذا من عندك صلاحيه انك تقدر من مثلا من الاكسشينج ولا من الاكتف دايركتري. نفس الفكره ام علي، مجرد ما انها دومين يوزر
لو بشوف هنا فبلاحظ انه مثلا ام علي يوزر من الدومين ما هي هذا ما هو اللوكل لا هي متصله على دومين دوت كوم اللي عندنا فاللي يصير انه بمجرد ما الاتاكر اللي يشتغل في ام علي او ام علي نفسها استخدم الانجستر تبع شارب هاوند لو بستخدمه مثلا هاوند اي امبورتد الموديول حق الشارب هاوند الان بس مجرد ما اقول انفوك بلود هاوند حتى بدون ما امرر اي شيء لو بس كليك واحده بيتصل على الاكتف دايركتري جمع 68 اوبجكت اللي هم يعتبروا اليوزرات والجروبس والاشياء هذه حطهم في ملفات جيسون بعدين ضغط الاوتبوت كله في ملف واحد هذا الملف المفروض ان فيه كل اليوزرات الصوت النسخة اللي قبل ما كانت تطلع جيسون نزلت النسخة الجديدة انها تطلع جيسون وتضبطه وفي في باراميترز كثيرة احنا ما مررنا ولا باراميترز بس في باراميترز انت ممكن تمرر تقول له اجمع لي مثلا مثلا كولكشن ميثود ابى اقول الديفولت اللي العادية مع ال اس ال ال ما عندها صلاحية ان تجمع ال اس ال الظاهر ممكن شيء ينجمع بس الفكرة انه هذا اللي بيطلع الاوتبوت لما ينضغط كويس انه طلعت مشكلة زي كذا لاحظ انه في ملف للكمبيوترز ملف للدومينز اللي موجودة اي يوزر عندها صلاحية انها تقرا من اكتف دايركتري بيطلع يوزرات جروبس الجي بي اوز برضه تطلع حسب الكولكشن ميثود اللي موجود يعني انا اذا عندي صلاحيه اعلى من نوم علي اليوزر عادي بقدر اجمع حتى الاي سي اللي صلاحيات الكتابه والقراءه بين الاوبجكتس مثلا بقدر اجمع مين مسجل دخول على اي جهاز مثلا لو قدام يوزرز فكل جهاز شوف لي هذا الجهاز مسجل عليه 10 هذا الجهاز مسجل عليه 5 اشخاص او 5 يوزرات وات ايفر فاللي يهمنا هنا انه ستيل اي ثينك هيز تراينج انه يجمع اوبجكت زياده بس الظاهر ما حيجمعهم مع يعني ما زال 64 اوبجكت 64 اوبجكت مع الاي سي في مجموعه كولكتورز يعني في اشياء ثانيه برضو غير الجروبس واليوزرز في اشياء برضو تجمع معلومات اكثر تجمع الاجهزه مثلا اللي يتشغل عليها ديستريبيوتد كوم تجمع معلومات كثيره ممكن تنجمع باي ديفولت بس يجمع الاشياء الاساسيه هذه اذا انا حددت ديفولت او سبته فاضي بيجمع بس هذه المعلومات لو ببطل anyways طيب هذا شاب هام قلنا اللي يجمع الانجستر في الطرف الاخر يعني تاكد ما هو لازم يكون عنده نيو 4 جي ولا اي حاجه على هذا الجهاز كل اللي يحتاجه يا شارب هاوند اسم شارب هاوند انه اصلا سي شارب اعتقد او يعني باور شيل سكريبت ما يحتاج شارب هاوند نفسه يعني هذه نسخه ثانيه منها بنفس الريبو من نفس كل شيء في النهايه بيطلع لي هذا الملف انا ممكن استخرج هذا الملف في زي ما قلت لك بارامترز في بارامتر يخليك تشكل اسماء الملفات بانه تكون بهذا الشكل تكون اسماء عشوائيه فما في اي مثلا انتيفايروس ولا شيء يدور على ملف اسمه بلود هاوند ولا اي شيء يطلع لك كل مره يطلع لك نتائج عشوائيه في مجموعه بارامترز اضافوها في النسخه الثانيه فاللي يهمنا انه صار عندنا احنا هذا الملف اللي يعتبر الملف هذا صار يعتبر يكون ملخص للاكتف دايركتري والعلاقات اللي فيه نطلع هذا الملف على جهاز فيه له بلود هاوند اللي هو كان عندنا احنا شارب هاوند اللي يجمع بعدين نحتاج جهاز ثاني يكون فيه الداتا بيس والانترفيس حقتها انا اذا انا مشغل الداتا بيس فلو بس اشغل الابلكيشن بلود هاوند هذه شاشة البرنامج الرئيسية وهذه هي الشاشة الوحيدة اللي تطلع
شاشة التنفيذ هنا قدرة اني ابحث فاكتب انا اي اوبجكت في الدومين بيطلع لي النتائج من فوق. هنا بيعطيني اوبشنز اني احفظ اصدر واحفظ هذا الجراف كصوره احفظها كملف جيسون الزوم. وهنا برضه عندنا امكانيه ان احنا نكتب كويريز. فانا لو بجي هنا مثلا انا بقول domain.com تقريبا بس اطلعها. هذه كل العناصر اللي عندي في الدومين اللي بحتاجه بس انه بس هذا هو الدومين هذا domain.com. فاذا ضغطت عليه مثلا يطلع لي انه هذا الدومين فيه 13 يوزر من اليوزرات اللي احنا نشأناهم، ثلاثه كمبيوترات يو بي سي 0102 والدومين كنترولر. أيوز ما طلعها جي بي أوز ما طلعها لأنه ما طلعناها من النتائج انجستر ما سحبها، لكن ممكن تطلع، ممكن حتى تسوي خريطة لها. بعدين يبدأ يطلع إذا في مثلا فورين يوزرز ولا إنباوند تراست. إنباوند تراست إذا في أكثر من دومين ففي بينهم علاقة ثقة أو شيء. المهم إن إحنا إنه هذا الدومين إحنا ما عندنا دومين واحد في هذا المثال، وهذه الأشياء يعني الأوبجيكتس تبع الدومين. يبدأ هو يصنف لي وأظن هذه خسارة جميل اللي يعطيني علامة على الأشياء المهمة، أشياء حساسة في الدومين، دومين أدمنز جروبس مثلا الأشياء هذه يبدأ يعطيها علامة يعني يس. طيب أنا أبدأ بعدين استكشف مثلا، خلينا نقول إذا بكتب أبو صالح ممكن يطلع لي إياهم اليوزرات. لو اضغط على ابو صالح بيجيب لي الكومبرمايز. هذه جديده بس انت تحدد لنفسك هل الجهاز هذا كومبرمايز ولا لا. كم عدد السيشنز اللي ابو صالح فاتحها الحين؟ تقدر تحدد جهاز يطلع لك ترى في 65 دخول عليه وسوي. بعدين بيجيب لك مثلا الممبر شيب تبع الجروبس، يعني ابو صالح جروب من كم ممبر، ممبر من كم جروب. لو تضغط عليه سوي مثلا زوم اوت بيطلع لي انه ترى ابو صالح عضو في الريموت ديسكتوب يوزرز وعضو في الدومين يوزرز وهكذا. فانا اقدر لو بسوي زوم كمان بيطلع لي يعني نفس العلاقه بين يعني هذا ممبر اوف نفس اللي شفناه. صار كل نود عندي هنا يعطيني بهذا الشكل. بعدين بيعطيني برضه تحت معلومات، يعني هل عنده هو مثلا لوكال ادمن رايتس على الاجهزه سواء يعني بشكل مباشر او مثلا ديليجيتد او ديريفيتيف. ديريفيتيف او مشتق يعني اللي هو ممكن ما يكون هو ادمن مباشر بس هو ادمن على الجهاز عليه ادمن بشكل انه يعطيه هو صلاحيه ادمن في النهايه. وهذه فكره يعني كامله من 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 بلود هاوند انه يجيب لك العلاقات اللي ما هي مباشره. يعني انا ما اكون ادمن بس انا عندي صلاحيه اني اسوي ريست الباسورد ادمن بسبب او لاخر في النهايه صار عندي ادمن. اذا قدرت اغير الباسورد حقي خلاص صار عندي انا ادمن يعني. طيب في الدومين هذا. برضه يجي موضوع الاوت باوند انه قديش هو عنده كنترول على الاوبجكت الثانيه وقديش في اوبجكت ثانيه عليها كنترول. بلاقي انه من الخمسه هذول المفروض يكون الادمنز، المفروض يكون السبورت، المفروض اي واحد عنده صلاحيه على ابو صالح بيطلع هنا. انضافت في النسخه الجديده، النسخة الجديدة لها يومين تقريبا او يمكن في الديفكون او في بلاك هات واحدة منهم نزل النسخة صار الثاني. اضاف موضوع النوتس اللي تطلع صور من اليوزرات بحيث انك تتعرف على اليوزرات. طيب بخفي مرة ثانية. هذا بيعرض لي. طيب فنرجع لأم علي يعطيها العافية. لو بستخدم أم علي كنقطة للوصول عندي هذه أم علي بلاحظ أنه عندها هي مثلا لوكال أدمن رايت على واحد من السيرفرات ولوكال أدمن رايت مشتقة يعني على ثلاثة فعندها هي أكسس على الدومين كامل. معنا بنشوف الجروبس تبعنا لو بنشوف الجروبس
هم علي جروب يعني جروب ممبر في ريموت ديسكتوب يوزرز باك اب في 2 ودومين يوزرز. فما عندها هي مثلا دومين ادمن ولا هي من ادمنستريتورز حق الدومين كامل، بس بلاحظ انها هي تقدر تدخل مثلا ار دي بي ودومين يوزر عادي وعضو من باك اب في 2. باك اب في 2 لو بشوفها الممبرز تبعونها بس ام علي الصلاحيات تبعها فعليا ام علي ادمن 2 جهاز بي سي 2 صح ولا لا؟ هي عضو من هذه، هذه ادمن على هذا، كيف صارت هي ادمن على ثلاثة؟ طيب نشوف انا الحين لو بختار ام علي كبداية عندي انا اظن اخترت اسماء ما هي مناسبة صراحة لليوزرات بس معلش. لو بختار البداية السورس موظفة الفاينانس أم علي والتارجت في النهاية أبو صالح بيطلع لي الباث بينهم في هذه بس. فبداية البداية هنا أم علي بس ممبر اوف باك اب 2 شفناها احنا باك اب 2 ادمن على هذا الجهاز، هذا شفناه من اول. بس بلاحظ انه طارق ادمن اللي هو الادمن اللي شفناه اول عنده سيشن على هذا الجهاز، مسجل دخول على هذا الجهاز. فادمن انا ادمن على الجهاز مسجل على شخص ثاني. اقدر مثلا من الميموري استخدم ميموري كاتس ولا اي شيء اسحب الباسوردات تبعه، صار عندي باسوردات تبع دومين ادمن. دومين ادمن صار يقدر يوصلني لنفسه. بسبب هذا بسبب الباث اللي رسمناه صار عندي طارق ادمن صار عندي ام علي ادمن على ثلاثه اجهزه اللي كل الشبكه كل الدومين عندي. لو برجع اشوف هنا واضغط عليها بلاحظ نفس الشيء هي جزء من باك اب 2 باك اب 2 صلاحيات على بي سي 2 بي سي 2 ادمن هذا على السيشن فبالتالي انا ادمن على هذه مباشره ادمن على هذه لانه طارق جزء من الدومين ادمن وادمن على هذا لانه طارق مثلا دومين ادمن على الدومين كنترول ف من يوزر عادي صح هي عندها صلاحيات يعني انا في غالب ما حد يعتمد عندي صلاحيات باك اب بس الفكره انه يوزر عادي دومين يوزر عادي لو انا بشوف هي جروب من اي او هي ممبر من اي جروب الاحظ انهم جروبس عاديه يعني ما لهم اي اثر مباشر لكن لما ربطت السلسله هذه صار عندها هي اكسس على هذا الجهاز. الفكره هنا السلوجن تبع جود هاند يقول هو 6 degrees of domain admin هذه ترجع للمقوله 6 degrees of separation بما معناه هذه نظريه سواها واحد يقول انه بينك وبين اي شخص في العالم ستة خطوات او ستة اشخاص. يعني انا اعرف فلان يعرف فلان يعرف اوباما الى اخره. فاقصى حد او اون افريج كل شخص يعرف ستة اشخاص يوصلون شخص ثاني. ف هذاك الشخص جون لامبرت لما كتب في 2015 انه تكلم عن هذه النقطة، المقالة هذه كانت تتكلم عن هذه النقطة انه شخص ما عنده صلاحية بشكل مباشر لكن الديفلوبتيف هذه تسمح له انه يوصل لصلاحيات اعلى بعدها بسنه 2016 نزلت بروتوكول عشان تثبت هذا الشيء. طيب انا بنشوف بس كيف نقدر نطبق هذا الشيء. انا لو برجع هنا هذه هذا الجهاز بي سي 1 اللي جمعنا منه المعلومات ما عندها صلاحيه عليه. هذا جهاز عادي جدا هي يوزر عليه زي يوزر ثاني. لكن قلنا في هذا الجهاز الثاني يو بي سي 2 وما عليه عنده صلاحيات 32 ففي هذا الجهاز مفروض انها هي عندها صلاحيه عاليه يعني. انا لو بشوف مثلا
لو بشوف مثلا على جهازها وعلى بي سي 2 ممكن اقول دي انا ادمنستريتور اجي هنا على صفحة المكتب تبعها ولاحظ حبيبة الكل كاتش كاتش موجود عندي كوماندز بروبليم ديبج اخذ سي ديبك كنترول بريفليج اوكي الفيت التوكن صار عندي سيستم على السيرفر بعدين ممكن اقول او على الجهاز العادي هذا بعدين بقول اطلع الباسوردات اللي موجودين في التاسك سكيدجولر على نفس الجهاز طبعا انا سويت السيت اب على على نفس الجهاز قلنا طارق عنده سيشن وفي نفس الوقت نسوي سيجول تاسك والباسورد حقه موجود هنا توفو استخدام هذا الباسورد انا خلص صار عندي دومين ادمن كامل على السيرفر كامل او على الدومين كامل يعني صارت دومين ادمن على السيرفر كله اذا انا ما عندي اللاب هذا او ابغى نتائج سريعه على نفس الموقع تبعهم وعلى نفس الريبوزيتوري في داتا بيس كامله فيها يعني سيناريو كامل بس لو اشوف سيف وشغل الداتا بيس وشغل بلود هاوند مره ثانيه الان بدلت الداتا بيس بدل ما هي الداتا بيس اللي انا سحبتها من بي سي 1 مفروض انه هذه داتا بيس ثانيه لو بقول مثلا external هذا دومين بلاقي انه في دومين ثاني معاه برضه في تراست بين تو دومينز المثال هذا يمكن يكون يعني ادق من المثال اللي انا سويته بلاحظ انه انا عندي external دومين internal دومين وهذا تراست هذا بينهم علاقه مثلا لو ببحث على اي يوزر لو بس اكتب مثلا ابغى بس يوزر مثلا ما في ولا احد جون هذا يوزر عادي لو بقول الى يوزر عادي ثاني اخلينا نشوف ادمن كلها جروبس والله ادمنز وات ايفر فيس بيطلع لي انه هذا اليوزر العادي كيف عنده صلاحية على ال... فهذا اليوزر اللي ذكرناه في البداية مثلا جورجمان is member of legacy legacy admin على هذا الجهاز هذا اليوزر عنده session اليوزر هذا member of هذه member of all admins فبيرسم لي هذا السايكل كامل أنا ممكن أتعلم عن الابلكيشن بهذا الشكل يعني لو بستخدمه على داتابيس محلية لو ما أسحب إذا عندك صلاحية على دومين انجستر بس تحب بيانات ممكن تجربه على انجستر على دومين عندك وتشوف تبدأ تتصفح المعلومات هذه بيبدأ يعطيك مثلا في مميزات جديدة إنه تقدر تعدل على النوتس تمسح نوتس مثلا ممكن تحدد عنها إشعار الألماس اللي تكون هاي مثلا بريورتي بعدين ممكن يشوف لك طرق مثلا أقل إلى آخره في ناس سووا اكستنشن الموضوع اول شيء تقريبا يس في ناس سووا اكستنشنز لبلود هاوند صار يضيفون مثلا في واحد استخدمه مع اعتقد تي دي اس في واحد استخدمه مع تول اسمه تي دي اس اوديت
انت دي اس اوديت تسوي لك تحليل للداتابيس تبع الدومين كامل، ممكن تجيب لك مثلا مين اللي عندهم نفس الباسورد والاشياء زي كذا، فربطها مع بلود هاوند وصار اذا في يوزر في يوزر ثانيين عندهم نفس الباسورد بيختصر لك الباث، بدل ما انا اروح من اليوزر الى اليوزر الى اليوزر طالما انه اول شخص واخر شخص عنده نفس الباسورد يختصر لك الباث، يقول لك ترى هذا شير باسورد ويز فلان فلان، فبيعطيك صلاحيات الشخص الثاني. في ناس تجي كذا اضافوا عليه اضافات، في النهايه هي تبغى شفناها احنا جراف داتا بيس في كويريز حتى لها، لو ممكن نشوف انا لو بشوف هنا في السيتنجز اقدر افعل شيء اسمه لو بقول كويري ديبوج مود وببحث المفروض انه بيطلع لي هنا الكويري في الجراف كيو ما هي اس كيو ال ما هي هذه اسمها سايكل اللي تبع نيو فور 4 جي، هذه الكويري هي اللي طلعت لي هذه المنسوبس، فيقول لي مثلا ماتش ان اللي هي النود حيث الاسم يساوي وات ايفر لها كويري مخصصه، بس هذه ممكن اذا انا فهمت السايفر هذه او الكويري لانجوج هذه ممكن استخدمها عشان ابدا اطلع اشياء برضو من عندي، بحيث اقول طلع لي مثلا كم عدد الاشخاص اللي عندهم سيشن الان وعمر السيشن اكثر من 5 دقائق مثلا هذه المعلومه، ف يصير اقدر ابني كويريز، في كويريز جاهزه برضو لو بشوف انا هنا لو بروح الكويريز بلاحظ انه في كويريز جاهزه اوريدي مسجله، ففي كويري مثلا يجيب find all domain admins، هذه فكرتها انه تجيب لي كل الدومين ادمنز اللي موجودين في الدومين هذا ما جاب لي اي ريزلتس وات اني ويز ايه ما اظن بيفرق صراحه، المفروض هذه نفس الكويري من جديد يعني ما رجع شيء في الداتابيس فيها شيء، ولانه برضه فرق بين النسختين يعني هذه مثلا برضه يجيب لي اقصر طريق بين الدومين ادمنز، بيجيب لي من الجهاز اللي يقدر يسوي دي سي سينك هذا اتاك على الدومين كنترولرز، يجيب لي مثلا التراست حق الدومين، ممكن حتى انا ابني كويري من عندي واحفظها هنا، فلا انا لو بديت ابني كويريز طلع لي طرق ولا طلع لي اشياء معلومات زياده من الاكتف دايركتري ممكن اضيفها انا هنا واضيف كويريز اضافيه. طيب اغلب في اشياء استعرضناها احنا من نسخه 2 هذه، وفي اشياء لا موجوده في الاصدار القديم، اللي من الاشياء اللي شفتها الاساسيه في 2 اللي هي بان ار دي بي، هذه علاقه جديده بين النقاط، ممكن يقول هذا اليوزر يقدر يدخل ار دي بي على جهاز ثاني صارت اسمها بان ار دي بي، هل يقدر اكسكيوت ديستريبيوتد كوم برضو، في واحده برضو من الاشياء الاساسيه هذه برضو اساسيه، هل اليوزر هذا والكمبيوتر يقدر يقرا اللابس باسورد اللي على الكمبيوتر الثاني ولا لا؟ فانا اذا اقدر اقرا اللابس باسورد حق جهاز ما صار عندي لوكال ادمن عليه. هذه الصلاحيه ممكن لسبب او لاخر تكون موجوده. هذه برضو كتب فيها مقال اللي هو هذا حسابه على تويتر هارمون جوي، هذا من الكتاب حقين او من المؤسسين حق بلود هاوند. كتب برضه مقالة على موضوع الديليجيشن، إذا أنت تقدر تعطي واحد ديليجيتد صلاحيات فهذا يعتبر من أخطر الأشياء في الدومين، ممكن يشاركها برضه هذه كلها على تويتر. أضافوا ميزة إنه الأوتبوت كله حيصير جيسون وزيب فايلز، يدراج الزيب فايلز زي ما سوينا، يسحب الملف خلاص على طول بيبدأ يرسم لك إياه، أول كان بس تسوي امبورت يعني. موضوع الفلاتر تقدر تفلتر انا بس ابغى اللي عنده ادمن على شيء ثاني الى اخره، هذا الموضوع ما زال في الفلاتر، في برضو موجوده بالاصدار اللي قبل وموجوده هنا اللي موضوع الاسيل احنا ما طبقناها، بس اشوف صلاحيات القراءه والكتابه حق الاوبجكتس بين البين، هذه يعني تعتبر في ناس يستخدموها عشان باك دورينج الاكتف دايركتوريز، يحط يوزر عادي ما عنده اي صلاحيه على اي جهاز ثاني بس عنده نفس الفكره، عنده صلاحيات كذا خفيه خلينا نسميها بينه وبين اوبجكتس حساسين مره، ف
ف SEL DLCL موجودة إذا حد يبحث عنها. هذه بس ميزات الإصدار الجديد اللي هو الثاني اللي إحنا طبقنا عليه. يس هذه مثلاً من collection methods إحنا استخدمنا default بس في local admin rdb gcom whatever يعني collection methods اللي موجودة. ممكن إذا أحد بيقراها بيطلع كم. في برضو فكرة ال شرحها ممكن احنا سوينا شغلناها مره واحده جمع المعلومات حفظها وفي امكانيه انك تشغله وتخليه شغال طول الوقت ويدفع الداتابيس فكل ربع ساعه مثلا شيء يحدث لك كم واحد عنده سيشن جديده حتى على طول معلوماتك تكون محدثه وتقدر تطلع انه ترى الشخص الفلاني مسجل دخول ولا وتسوي. فممكن برضه اشارك هذه المقاله كامله. هذه ميزات الاصدار الجديد اللي زي ما قلنا الصور واشياء اضافيه وابديتس ابديتس زي كذا. طيب تقريبا هذا هو لود هام يعني برنامج ما هو صعب بس الواحد يحتاج يجربه بس اذا ما عندك دومين جرب عليه حمل الداتابيس تبعهم من الريبو وجرب That's it. يعني هذا اللي عندي اليوم إن شاء الله في جلسة ثانية ممكن ندخل في تفاصيل أكثر مثلا عن سايفر أو نشوف مواضيع ثانية ويعطيكم العافية. الله يخليك الله يسعدك. إذا في أحد عنده سؤال شيء تفضل مشكور. ما في ناس هنا جالسين ما شاء الله فاهمين أكثر مني ف يا ليت لو يشاركوا. ليش لا تفضل. كان في مصطلح الناس باسورد ولا فكرة في اللابس باسورد انه هذه زي مايكروسوفت طلعتها ك ابلكيشن او سيرفيس تخزن فيها الباسوردات حق اللوجن ادمن. الناس زمان ايش كانوا يسووا؟ الحين في دومين ادمن دومين يوزر هذه اليوزرات اللي في الاكتف دايركتري بس فرضا ما عندك شبكه قطعت الشبكه جالس تحتاج انك تدير الجهاز هذا نفس الشيء. اللي يصير انه الناس يحط يوزر مثلا اسمه لوكال ادمن دبلت لك الباسورد حقه على الشبكه كامله. انت اللي جبت اللوكال ادمن حق جهاز صار عندك اللوكال ادمن حق كل الشبكه. لابس فكرتها انه كل جهاز بدون ما انت تتدخل فيه كل فتره محدده انت تحدد الفتره يغير الباسورد ويحفظها بالاكتف دايركتري يحفظ الباسورد بلا. فكل جهاز عنده باسورد مختلف. هذه اللابس لوكال ادمن باسورد سمثينج. فصار كل جهاز عنده باسورد مختلف عن الثاني. هو يغيرها بنفسه ويرسل الاكتف دايركتري يحدث ترى هذا باسورد جديد. فاذا اجتمع عن الانترنت ترجع انت للاكتف دايركتري تشوف من خصائص هذا الجهاز ايش الباسورد حقه وتتعامل معه افضل. يعني هذه يساعدك في الباسورد بوليسيز يساعدك انك ما تنكب جهاز واحد. يساعدك انه الباسورد ما يكون حق كل الاجهزه باسورد واحد. كل جهاز عنده باسورد ولا الله يكرمك خليك الله يسعدك هلا بي يلا
يس في سلايد ولا هذه بس انا ما ادري شكل المايكس الاثنين ترى ما لما نسوي التول البداية أنا كأتاكر نظر إنه السهم طالع مثلاً من قبل الكمبيوتر الاتحادي الثاني من تحت الـ TA اللي هو الدومينات أنا كنت كأتاكر كنت أروح هنا وأطلع بالجسم من الواقع أشوف إني أطمن وين الـ TA من ما أدري ولا عندي كلو هذه عشان أسوي سكان وأدور وين الدومينات من أو وين أنا رايح هذا التحديد طيب لأن عندي شبكة عندي مليون أي بي نصر ضمن شبكة كبيرة وانقل من مرحلة ثانية بس إذا أنا حاط زين وصلت لهذا حق الزرع إذا ما حاط زين برضه أرجع وأروح جديد دومينات شو ساعدت في الموضوع ذا؟ صرت أنا قاعد أسوي سكان كل شيء بعدين أقول وين أنا رايح أنا أحتاج أروح للطارق أدمن والله طارق أدمن موجود في الجهاز الثاني خلاص على طول ما اسوي نويز ما اسوي ازعاج في الشبكه ولا اسوي ولا اسوي جسد واخذ الجهاز ده واطلع عليه واشوف المكاس بعدين اطلع ما في فايده مثل ما سجل انا قاعد رايح جاي لين عندي 50 جهاز عندي 100 جهاز شبكات شفتها على 30 40 الى 100 جهاز وين توصل للي طالع هذه التول هذه فايده كبيره يعني على طول اروح هذه تقريبا اول برزنتيشن سووها لل شرحوا فيها الفكره يعني تبع التول هذه وكيف حلوها يعني بالجراف وشرحوا موضوع الجراف من البدايه وكيف التول تشتغل يعني هذا الكونسبت اللي يمكن بنت على التول بشكل عام ممكن استاذ نشارك هذا ان شاء الله المره الجايه احسن ما في تربط عليه وبيحلك المشكلة واضح إنه المشكلة هنا ما كانت مثلاً أنت ما تقدر تمنع الوزارات إنه ميجرون نكتب يعني إنك تكون مسؤول عن الوزارات لكن أنت مثلاً المشكلة هنا كانت إنه في أدمين قاعد يدخل على أجهزة في وزارة ثانية برضو عندهم صلاحية عليه المشكلة طبعاً من ما يكون عنده سيشن مثلاً ولا تخزن الباسورد كاتبه في السكيدول تاسك ولا كذا فما في مشكلة ما في مشكلة واحدة تحلها وتحل هذا الشيء. ما في حل أي شيء هذه ما هي مشكلة هذا ممكن تقول حتى سيستم المستجر حمله وش بس الفكرة إنه تطلع لك مشاكل تطلع لك عدة مشاكل المشكلة حلها بطريقة مباشرة زي ما قلت لك ما المفروض أدمن اليوزر عادي ما يكون يستخدم نفس الجهاز ما في اسمه بهذا الشكل عارف يعني يوزر عادي صار عنده لوكات من الجهاز هذه مشكلة حالة في الحال أو استقبلت على هذا الطريق بس يمكن في طريق ثاني مشكلة تبشي سبب أو لعبة فإذا الواحد بس اتبع يعني خلينا نقول الطرق الصحيحة عشان أنت دايركت سكيورتي تبع في أكثر من جايد لاين فيها اتبعتها أنت تقلل على المشاكل اللي ممكن أحد يلاقي فيها طريق بس ما هي ما هي مشكلة وحيدة ولا ثغرة واحدة يوبديت خلاص عارف هذا بس يعني ألف طريقة ممكن تقلل هذا بس في البداية تقدر تمنع اليوزر من يقرا من نت يوزر هذا داعي اليوزر العادي يشوف يوزرات اوكي هذه تمنع الكوليكتر اللي يشتغل في البداية والبروتوكول تقلل ما توصل للموقع هذا ممكن لو سألتك أبدأ سألتك واحد الشيء بس المقرر إذا هي كانت أنا بقى يعني حسب اللي قلت بنسميه مرة ثانية من قبل ممكن استقبل مجموعة مقالات وأشياء مهمة بنسويها شاركها معك أنا استخدمت التول هذه عند كلاينت مثلا طلعت له ذكر الأشياء صلاحيات كانت مرة
بس هو ما شاء الله يعني ما كان فيها يمكن 26 دومين هدم ما هو اصلا ما هو بس يا هل عندي اضافه شيء؟ الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك شرفتونا والله. اذا في اي احد عنده اي موضوع يبغانا نتكلم فيه ما يقدر يتكلم فيه بس يبغانا نتكلم فيه مثلا ممكن نتكلم على تويتر بنلقى احد يعني ان شاء الله مهتم اكيد. اذا في احد مستعد انه يقدم قلت لكم يعني اللاب هذا كامل سويته الصباح واضح يعني من الاسماء. شو اسمه برزنتيشن سويته يعني بعد الدوام الى الان فموضوع ما هو صعب. اي احد عنده موضوع زي كذا مهم ممكن يطلع ويكتب نفسه. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله مره ثانيه. الله يسلمك.